وماسي والانتصار، كذلك متمنين له بإذن الله وبعون من الله سبحانه وتعالى بالأشواط الرموز القادمة في ختام ولي العهد الأمين. أكد وعلى بركة الله أيها الحفل الكريم، أيها المستمعون الكرام، أبشروا بالعوض في هذا الشوط عن اللي فات واللي راح راح والحين. وفي هذه اللحظات يعلن بداية وانطلاق الثالث أشواطنا المفتوحة، نتابع وتتابعون نبحر وإياكم متابعين الكرام لنتابع الأسماء القادمة والباحثة عن النوماس وعن المجد التليد. انطلق بحضراتكم إلى البداية لتابع هنا اندفاعات وتحديات، هنا شيمة تتقدم بشعار بجاد بن حمد المري، يقدم لنا شيمة مع البداية. ثاني الأسماء وثاني التحديات وصلت وتقدمت الفيحانية محمد بن عبد الله أبو اثنين السبيعي، والقدوم والتسلل من جابر بن حمد الغفراني المري. من يقدم لنا خطر؟ خطر هي القادمة، هي المتسللة وهي التي تتقدم في هذه اللحظات لتلازم الصدارة. نتابع الأسماء القادمة، الأسماء القادمة في هذه اللحظات بدأت بالتحرك، وصل في هذه اللحظات من قدم لنا حربة. هجن الطائلات، هجن الطائلات، هجن الواصلات وصلت في هذه اللحظات لتغير من مركز إلى مركز. حربة والقادمة في هذه اللحظات مبلشة مبلشة. الرياض بن ثامر السعدون هو القادم، ياهي من معركة، ياهي من بعد معركة خطيرة ومثيرة ما بين الأسماء والشعارات الخطيرة والمثيرة. ياهي من أمتار خطيرة خطيرة ومثيرة. مر هنا في هذه اللحظات منظر مهيب مهيب مهيب. يا مالكي مبلشة، يا مالكي مبلشة. الرياض من ثامر السعدون، أبناء الثامرية، أبناء الثامرية وسرت هجن الطائلات. حربة يا حربة، من تحارب حتى الرمق الأخير، حتى اللحظات الأخيرة مبلشة وحربة، حربة ومبلشة. الطائلات السعدون، السعدون والطائلات وخالد بن عزيز الغرشي. يو حربة 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 حربة. والواصلة صمت 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 صمت. الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة يهي من لحظات كبيرة خطيرة ومثيرة. سلام مملكة البحرين، سلام سلام يا حربة من حاربت حتى اللحظات الأخيرة. نهني مالك حربة وهجن الطائلات المؤسسة العملاقة الخطيرة الصاعدة لأشواط الذهب. بينما المركز الثاني صمت الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة. من قدم لنا صمت على المركز الثاني؟ ثالثا نتابع وإياكم مع مخرجنا العزيز أسامة الهواري في هذه اللقطات الجميلة، بهذا الحضور الجميل، بهذا المساء الكبير. مساء يتميز بالحضور وبالإثارة وبالقوة. نشاهد لحظة وصول حربة قاطعة مسافة 2 كيلومترات دقيقتين 58 ثانية واثنين 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 وتسعون جزءا من الثانية. مشاهدين الكرام، ثاني الأسماء الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة مع صمت دقيقتين 59 ثانية 34 جزءا من الثواني. ثالثا سمحة بشعار خالد بن عزيز القرشي 3 دقائق بالوفاء والتمام. رابع الأسماء شعار الرياض بن دامر السعدون، ورابع وخامسا بكارة الصميمة. مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء، شاهدنا وياكم شوط كان خطير ومثير، وكانت حرب هي العنوان لهذا الشوط. والسلامات لمملكة البحرين على هذا الفوز والانتصار والنوماس. والنقطة الثانية تحلق من أرض المملكة العربية السعودية إلى مملكتنا الغالية.